إخواني في الله، والله لو طبقنا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لنلنا الجوائز من الله هو الذي يصلي عليكم، والصلاة من الله لك، الثناء لك عند جبريل. تخيل الله يثني عليك يا غالي، تخيل الله عز وجل يمدحك عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعمة عظيمة. وملائكته، حتى الملائكة تستغفر لك، حتى الملائكة تدعو لك. تخيل يا غالي لو أن أحد الصالحين الآن يدعو لك، ما هو شعورك؟ سعادة وطمأنينة في القلب. طيب أنا أقول لك، إذا طبقت هذه الآية في حياتك، ملائكة تدعو لك. الله جل وعلا يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم قال ربي بعدها: ليخرجهم من الظلمات إلى النور.